السلام عليكم، مرحبا فيكم في الحلقة العاشرة واللي أغلبها شيء بتكون ما قبل الأخيرة من تختيم لعبة أنشارتد الجزء الرابع. كالعادة قبل لا نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصل كل فيديوهات أول ما تنزل، ويلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. Alright، مرحبا فيكم من جديد في حلقة جديدة من تختيم أنشارتد، ويبين ان احنا وصلنا مدينة نيو ديفن، مدينة القراصنة اللي مفروض يكون فيها موجود الكنز. نكمل مغامرتنا مع إلينا هالمرة، وقاعدين ندور على سامي بوي عشان ننقذه. طيب ما احنا مهتمين بالكنز ومهتمين بان ننقذ سامي بوي. وتشوف الكنز هنا قاعد يلمع، بس ما انا مهتم بالكنوز. اتوقع يبغون اروح هنا. ليست كذلك، كوني حاذرة. أبو 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 كي انتبه انتبه يا لا أعرف أننا في اللعبة. أبو 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 22 شابتر وهذا شابتر 18، فأنا إن شاء الله أقول الحلقة الأخيرة بخليها طويلة شوي، يعني بخلص الحلقة كاملة. أوه نايس. اوه نايس. هيا نيو ديفن، اتوقع هم وصلوا قبلنا. نعم مذهل. اهلا في منطقة ايفري. انه مكان لطيف. ان كنت لا تمانع مشاكل هيكلية واضرار مياه. من الواضح انها مشكلة صرف. فرصة حقيقية لاصلاحه بنفسك. اوه نشيك في احد هنا ولا ما في؟ هناك من فجر هذا الجسر وغمر المكان بالمياه. لقد نسيت، أنت بارعة جدا. نعم هي كانت معنا من الجزء الأول. أراهن على ذلك الذي لا يزال سليما. ذلك آخر مبنى، المبنى الكبير. نعم تدربت قليلا وقرأت كتبا. تبا وصلوا قبل ما قلت أنا. الباب الأمامي ياب وص... لا يزال حيا. يحتاجوه أكيد بيكون حي. نعم مؤقتا. مؤقتا صحيح، يمكن يقتلوه. أنا الريف ما يبغى يشارك الكنز مع أحد. يلا حسنا. Let's go save our brother. فلنغامر. اي وين نروح؟ هل انت بخير يا إلينا؟ اوكي ما نوصل فوق. هنا. المكان قديم اكيد، فمتدمر جدا جدا جدا. من هنا انتبه. انتبه يا زوجتي العزيزة. تنين، نحن في منزل كريستوفر كوندنت. يعني كل قرصان حاط علامته في بيته. لحظة. رايت وين نروح؟ هي الروح. وفي عشب وصلنا لقتال. اوف كورس. 1 2 3 4 على الاقل شفت 6. اوكي اوكي يعني انتبه انتبه، هذا اللي واقف يفيراني. على آخر لحظة يمدينا ننزل تحت الماي هناك نجرب.
نايس. اوكي وين نروح لكن؟ عشان لازم نروح من هالطريق، اقصد يعني لازم نعبر حواليهم. وفي واحد شوفني. يعني اروح من كل مكان. التفت ايها الاحمق. توجد حركة، انهم هنا. يا من الذين كيف شفتني؟ من الحقيقة يا حمار. تحمست شوي انا. انت جاهز عجل؟ ها تعال تعال يا جاهز. وجدت رجلا ميتا هنا. وين هو؟ هناك خصوم لنا. هيا احتفلوا. طلع لي من هنا. طيب انت جاي لي قريب. رميتني القنبلة صح؟ تفضل. بالناس بالناس. دقيقة ايش هذا؟ لا تموت. او شيت. نايس اوكي. هذا بالناس. نايس 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 نايس.
ما هذا؟ شت هربي إلينا إلينا هربي مع السلامة. إيه هنا نروح وش السالفة؟ ما أدري وين رحت أنا. كان المفروض هذا هو طريقنا. يبدو أننا هربنا. أوكي هربنا. علينا يلا. لاحقين على القتال، ما نخلص من القتال في هاللعبة. أو اكتفيت أنا صراحة من القتال. ما شو اسمه، خلينا نستكشف إيش بيصير في القصة. ووصلنا إلى هذا المبنى. كم شخصا أحضرت إلى هنا يا نادين؟ شوف كم سيارة يعني فيها قتال بعد. إيه والله عندها جيش. يلا 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 يا إلينا يلا خلص يلا خلص let's go. أوكي الماي جو أتوقع بيجرفنا لو نطينا. No. مو نعش. ليش عشان يبغون نغطس؟ No ما يبغون نغطس، ما في مكان نروحه. وين؟ حتى لو بالدفع فلنبحث في المكان. اوكي عندنا نتسلق بس نحتاج حاجة. alright ليش شفت الصندوق؟ يلا يا دريك ارفع نفسك. احسنت. هوب هوب نايس. لا لا دو نو فول، لا تطيح لا تتيح. عم تطيح في الماء، تطيح في الماء يعني. انتبهي جيد انتبهي جيد. اوكي الان نسحبها. 1 2 3 بوم. تعال 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 هنا تعال هنا. alright الحين لازم تفضلي السيدات اولا. نعم أتعامل بلباقة. أمزح معك فحسب. الأجزاء منهارة بالفعل. شكرا. شكرا؟ ليش تشكرها؟ والله اللعبة جميلة. كم مرة قلتها بس ما شو اسمه ما هو فيها حقها جميلة اللعبة. ماما ميا. بوي. يلا وصلنا أسرع. لكن لم يكن سيئا. أنت بخير. الحمد لله أنكم تعرفوا تسبحوا على الأقل. وأنت مبتل ثانية، متعب، مليء بالخدمات، جائع، أحتاج للطعام. باستثناء ذلك أنا بخير.
يلا خلنا نكمل خلنا نكمل. لنشق الطريق عبر المنزل. لنشق الطريق عبر المنزل. أوه. أوه. فانسح. أتعتقد أن المسامرين أغرقوا المكان؟ كان لديهم الدافع بالتأكيد. ممكن أغرقوا المكان صحيح. غريب أن المنازل يغطيها الماء باستثناء واحد. منزل إيفري. بالضبط. كان إيفري اللي سوى كل هذا. ما الذي ننظر إليه؟ ما هذا؟ ورقة. كالعادة ما أقرأ. شكر يا حبيبي شكر. وقع هذا كمثال. هناك الكثير من الذباب هنا. حقا؟ مكان ايش اسمه؟ سموه مهمل أكيد في ذباب ومكشوف لكل شيء. هلاو. بوم. طلعنا خلف البوابة صح؟ نعم لنأمل ألا نكون تأخر. اوكي هذا هو البيت. اي والله مدافع. يبدو أنه تم تعديل المدافع. نعم دفاعات محسنة. لم يتوقعوا أنهم سيقاتلون بعضهم. لا أعتقد. أنا ما بعرف وين كنت وين أنا الحين. وين البوابة؟ شو في بوابة هنا لجينا منها. أوكي توقع ونكمل من داخل هذا المبنى. يلا يا إيرينا وتاشونو وايفو. مزايا مائية جميلة. أنت محق يا دريك إنها جميلة. سنسبح ثانية. الماء قوي ما نقدر نسبح. يبغونا نتزلق. لو سمحتي إلينا دقيقة لو جيت كده. ما يمديني بدا بس أتوقع لو نطيت يمديني أروح من ديك الجهة. دقيقة. يس. ممكن احتاج إلينا هنا. إلينا وقفي. سأوازنه لك. نعم. عظيم شكرا. حسنا. على الرحب. شكرا. على الرحب والسعة. عادل. يعني. قال عنها انها متينة يعني. يجب والان ايش اسوي؟ وانا نطمن ونطور ونجرف الى هذه الجهه. alright. وش قلت؟ خدعت الماء وبعدها ندور. alright. نجحت. ساجد وسيله لصعودك. كيف؟ ما ادري. صعب جدا. تقدر تتسلقها بس اللعبه عيار اللعبه. تعرف الالعاب. اوكي. كده تفضلي. تفضلي يا زوجتي العزيزه. ابتعدي. كده. يلا تعالي ساعديني. عشان نكمل. نبعد هذا. نعم. نبعده من هنا او عن هنا. جو 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 جو. حسنا. ها؟ انظري. رمز توماس تو. توماس النائب يصعد سلم. نائب القبطان.
ما شاء الله طاولة الطعام. يا إلهي، يبدو أننا وجدنا الحافلة. يبدو أننا تأخرنا. تأخرت واجد. هاي نيت، انظر، إنه رمز آخر. رموز الباقي. يا إلهي، ماذا؟ إنهم هم قراصنة. إنهم قباطنة القراصنة الذين أسسوا ليبرتاليا. نعم، ماتوا هنا. سكلم تسمموا وشي زي كده. لست طبيبة شرعية، لكن أعتقد تسمم. نعم، على ما يبدو. هل كان هذا نوعا من طقوس انتحار لقراصنة أثرياء؟ غير محتمل، ليس هؤلاء. رسالة نيابة عن اللورد إيفري، أدعوكم لقصري عند غروب الشمس. لقد حان الوقت كي ننبذ خلافاتنا ونتوحد تحت راية العدل والحرية. توقيع توماس تو. توماس قتلهم؟ نائب مو موجود هو؟ هل هو موجود؟ ما توقع موجود. ما رأيك؟ مو موجودين. هيفري مو موجودين. يبدو أن المضيفين لم ينظفوا فوضاهم. نعم، لم يكن ذلك كريما. حسنا، إذن أثار الرجال تمردا كبيرا عندما أخذوا الكنز لأنفسهم. قضوا على المستعمرين، لكن أصبح عليهم مواجهة بعضهم، والأمور خرجت عن السيطرة. بريئين ماسي. إذا دعاهم إيفري وتو إلى هنا من أجل لنبذ خلافات. لنبذ الخلافات. سموهم، قتلوهم، تخلصوا منهم. ألقى نخبا كبيرا للعدل والحرية، وهتفوا وما إلى ذلك. وشربوا بشراهة ما عدا هذين. القبطان ونائب القبطان. أصبح كل كنز ليبرتاليا في حوزتي رجلين. وثقح الرجلين بعد ما طمعوا في الكنز. هؤلاء من أعظم قراصنة التاريخ، ولقوا حتفهم في لحظة واحدة على هذه الطاولة. هذا مذهل. نعم نعم، أنا آسف. أنا آسف. آسف ليش؟ لا بأس، كل إنسان كان عايش حياة الرجال مرتاح. إن المضيفين المفقودين ليس في قصرته. فسنذهب إلى قصر إيفري. هذا المكان الوحيد الباقي. هيا. لا تقاوة. هذا الرسالة يرسمها في دفتره. هكذا للأجيال القادمة. يلا يا إلينا، let's go. هنا، هيا ببطء. كوني حذرة. انت لك تقول لنفسك يا نيثن. اوتش، انا بخير. نجح. سأقابلك في الأعلى. ستقابلني في الأعلى. وصلنا في نفس الوقت. هلاو، مساء الخير. انزل ملك. لا تزال شاحنة شورلاين موجودة. أكيد موجودين الآن، ما حصلوا الكنز. نعم أراها. وبنجيحنا ومنحصله بدالهم كالعادة.
أوه نايف داخل منزل هنري إيفري. ما شاء الله منزل هذا قصر يا نايثن. كلمة اليوم هي متباهي. ها؟ لماذا لم يقتل توماس تو؟ هل كان ذراعه الأيمن؟ كان كذلك بالضبط. أتتخيل تلقي الأوامر من مريض بجنون العظمة؟ يشبه وظيفتي الأولى. أتقصدين منتج برنامجك؟ لا، بل مديري من مطعم ماتشو ناتشو. كنت تعملين في ماتشو ناتشو؟ كانت مؤقتة أثناء الدراسة. وضعت إحدى القبعات؟ أعني ممكن أنزل أقدر أسولف وأتحرك. كان المدير في ماتشو ناتشو. انتبه، اتفقنا. الحين أقدر أنزل، شكرا يا لعبة. أقدر أسولف وأتحرك. ما أحب صراحة أكثر الأشياء اللي ما أحبها في الألعاب، لا خلوك تمشي بطيء وما تقدر تركض بس عشان يسولفوا. خلاص خليني أركض يا حبيبي. انظري، حصن أفراد شورلاين الباب الأمامي. سدوه وتركوا أثر أقدام موحلة. أوكي، نرى أين ذهبوا. نستعد للقتال لأن جاي قريب مرة. ما شاء الله، دول لي منزل يا درايك. تشوف الدرج أنت لحالة. أثر رجلهم. صحيح، توقعت رؤية أحدهم. يبدو وكأنهم مختفوا جميعا. تقولين إنهم أشباح قراصنة؟ لن تمزح في هذا. إيش توقعهم ركبوا إلى الأعلى؟ أثارهم موجودة. أو مرحبا إلينا، وصلت قبلي. اوكي اهلا اوكي. ما بتعب نفسي، بين هذا بينكسر. اوكي، ليش قاعد الف الفن؟ وين بروح للنهايه؟ ممكن اني تروح من هنا يا دريك. لا تتحرك. هاي تعال هنا. نعم يا إلينا. اثار الاقدام تمر من الباب. انه مسدود من الجانب الاخر. لماذا يحصلون طريقهم الى هذا؟ وجدوا شيئا، ساعديني في فتح هذا. كيف يطلعوا؟ بس نتلاقي من القتال جاي. يا حبيبي بس تخلص من القناصين. سنقضي عليك. اوكي، الخطر من ابو شو اسمه رشاش الكبير. القناص وينهم؟ وين هذا؟ نايس. بيجي الناس لفوق. لن ينتهي الأمر معك. بزيد قرب. شيت.
واحد يمين واحد يسار واحد في وسط واحد خلوه او شيت دريك شو عرفكم كالحمار وينك يا الحمار خلاص يا حمار شيت وينك تعال انقلع عطني حالة دقيقة طيب وين الجماس في الناس صح خلصنا؟ اوه او شيت اوكي اتوقع ان خلصنا انت بخير؟ نصبوا كمينا لنا حسنا لنفتح الباب كانوا مجهزين انتظرونا اوكي لنفتح الباب حسنا هيا بنا جاهزة 1 2 مرحبا هذا اكيد توماس نائب القبطان ما هذا انه خطاب بتوقيع توماس او حقا اقرئيه شعبي العزيز بينما تغرب الشمس على نعيمنا المجيد يجب ان نحافظ على ثرواته شوف انت قصره هو يعرف اسرارنا ولهذا يجب ان نتصرف بسرعه تدمير السد تطهيرا يودافن حسنا او وانقل كنزي عبر الممر الى سفينتي انقلبت هو وإيفري على بعضهما هل يحتاج كذلك نو لا اعتقد هذا هذا لا توقعناه شكرا فالكنز موجود في السفينة عن الممر. الممر إلى السفينة أثر الأقدام تنتهي هنا حسناً، أين ذهبوا؟ أشبه قرصنا فلنفتش أولاً خلينا نركب فوق هنا نشوف إيش هذا الدب؟ واو ايش اتوقع المغنى تسلق هنا نو ما يبغانا نتسلق هنا وين انتهت اقدامهم يا الينا قلتي انتهت هنا ايش هذا؟ ولاعة انها ولاعة سام نعم متعمدا هنا المكان نبحث عنه فانه هنا في مكان ما لابد من وجود مخرج اخر ربما الممر الذي ذكره ايفري في الخطاب لكن اين المفتاح؟ مشكلة مو مخليني المس اي شيء هي وين طاح هذا؟ طاح عند اللوحة ربما هذا مفتاح أو هذا الباب ماذا لو نو لا لا
قد يكون هذا ليس كذلك. ليس كذلك. وهذا ساعة نحن ذا اللعنة. نيت. نعم. حصلتي؟ وجدت شيئا؟ أعتقد هذا الكرة الأرضية. قلت أنا. من الجيد أن نحل هذا لنا. كيف فعلت ذلك؟ غريب، عادة نحن نحل هالهايات. تاليا وأنا دفعتها. أحسنت. هذا هو الممر السري. أن آري كان ينقل كنزه للسفينة. نعم. أعتقد لم يعد ذلك مهما. صار مو مهتم للكنز. ها نحن ذا. يبغى ينقذ أخوه بس. يلا يا رينا. رأسك. نعم. يبدو أن إيفري بنى لنفسه كوخ أمان. أي الهروب. ترى أين يؤدي ذلك؟ قلت أنا الباب يتسكر علينا. سوف نكتشف. صار هذا طريقنا الوحيد. هذا المكان. شابتر 19. إيفريز ديسند. نزول إيفري. انظري. خطوات. عبروا من هنا بالتأكيد. حسناً. طبعاً آثارهم من هنا. كملوا من هنا. أنا مسكر أصلاً. ما كان ذلك؟ انفجارات أكيد. رجال نديم سيستغلون أي عذر لاستخدام المتفجر. إنهم أغبياء باستخدامه. أغبياء مرة. إنهم أغبياء. أحضرت بطاريات إضافية؟ نعم. لكنها في أعماق المحيط. لن أسأل. وأنا لن أحكي. اشتغل. واو واو لحظة. هذا فخ. فخ. مميت من نوع ما. ألف بالمئة. آه. تمكن سام والآخرون من العبور. لنتبع أثرهم. أو بوي. ضع الخطوات. أيوة. امشي حيث أظهر. تحركي واسكتي لما نعبرت على تكلمة. أفكر في تجنب الانفجار في الوقت الحالي ونجحنا. أوكي. طيب تعالي إلينا. أحتاج أني أدفش. أدفعك إلى الأعلى. إلينا. هيا بنا. دخلوا هنا بس المكان مسكر. إلينا. أثار الأقدام توقفت هنا. لابد وأنهم عبروا وانهار خلفهم. أنا الوحيد نجي هنا. يبغانا نروح من هنا. سوف أبعد هذا عنك. أوكي أنا حاولت. طبعا ما بينجح. من كده حين بينا الفوق. لنجد طريقا آخر. يعني أنا أريد أن شفت الطريق الآخر. أروح الطريق الآخر يا لعبة. يلا يا إلينا تعالي. في فترة أطول. تبت. هيا. اشتغل. لعنة. تك 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 تك. أمعك ولعت سام؟ نعم فكرة جيدة. خليك تولعها. هيا. كيف أجي مكان بدون نور يا؟ استنفد كل ما بها. لقد كان يدخن كثيرا ونحن في القارب. اهدأ. أحضرت بعض أعواد الثقاب. حقا؟ بالطبع. أوكي ممكن تنوره. اشتعل. نايس. ظلمة مرة. أسفة. لحظة. كده عشان تطولوا وقت اللعبة. أهلا. من هنا. رأسي.
ولعي هنا ونمش خيرا. طيني شكرا، سررت باستعدادك. عليك الاستعداد، فلنجد طريقا للتقدم. يلا داهو يلا تعال حركينا. أرفعه؟ نعم هيا. حسنا هيا بنا. يعني ليش اكيد فيها جيم بلاي ما دام استخدم شو اسمه خلونا نستخدم هالشو اسمه الى الاعلى هذا ولا بدال الفلاش لايت فيها جيم بلاي شيء من كذا. شكرا. خلوا الفلاش لايت ما يشتغل. نعم ان شاء الله. يعني تفلسف زيادة أنا صح؟ العب بس يا عبد الله العب العب. بحضر. بحضر. إيه هذا الطريق الثاني؟ آخ. هذا مخيف. الأيدي التي سرقت. أوه. لا يتظاهر بالعقل في هذه المرحلة. لا أحب. خلينا نطلع من هنا بسرعة قبل يطيح على راسنا. انظري هناك بقايا مشانق إيفري. مشانق ماذا؟ اسمها مشانق أوثقة؟ وش قال هو؟ أحد يحب الخبراء في كل شيء. مشانق ماهر. أوه قنبلة. أوه ما أعتقد هذا. مفروض خلاها تنفجر ونموت كان بيكون أحلى. فخ. لم يكن إيفري دخول متطفلين هنا. شفت أنا قلت لك هذا عشان جيم بلاي. شفت يوم تقربنا بهذا انفجر. فحين ننتبه. أوه. بخير؟ ولكن ما تقوم بلا من الأفضل أن أبقى بعد. نعم اي 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 نبدأ نعبر بدون ما نمسهم. أو شيء إلينا ما نبت له. بخير؟ نعرف الآن سبب الانفجار الذي سمعناه قبل قليل. alright طريق مسدود هذا. ما أدراك بالاختصار؟ أحاول أن أتفائل. يا إلهي. The hearts that hardened against me. القلوب اللي تحجرت ضدي. مزيد من الضحايا البشرية. المزيد من المومياوات. لا تنفجروا. اتفقنا؟ أوه شيت. يا إلهي حرك. لا بأس أنا بخير. ليتني أحضرت سدادات الأذن. هل أهدف؟ كان نزلته بس أنا. أنا غير. ليش قاعد يشير عليه؟ طريقة الفراعنة. باستثناء أن التحنيط لم يكن كما تعرفين تطوعا. أوكي من هنا. أو داينامايت. أو هذا شو اسمه؟ عدنا للأرض. مو داينامايت. شو اسمه؟ ناشي شو اسمه؟ دائما مستعدة. هل تقصدين بكلامك؟ لا هل هذا؟ فلتهدئي أنت. ليش واقفة ورا؟ هل هذا مو مكان لجيني منه ولا أنا دايخ أنا ترى؟ أعتقد أنهما لم ينتبه. لا أثر لسام. أحسن أثر علي. أوه شيت. أحاول تفتح المكان كله. عنيتين مرة.
هو مات وانا مات. هيا اتوقع ما خلصنا. يب درع. اوه 128 رصاصة. Let's go. Oh shit. Oh shit. الينا اكبر هذا شنو والله يطلق من هنا. باي باي. ايش رميت قنبله انا؟ انقذتناها. دماغ ذا سبوك ايل اوف مي اللي تكلموا من وراء ظهري بشكل سيء. ابي شكله ابد يبغى الناس صح و يس 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 ما يخالفوه في الراي. اوكي جربنا نطلع اتمنى من هالكهف من هالممرات دي. مرحبا. اوه اعتقد ان هذا دائري. اعتقد يا إلهي هذا كان من رجال إيفري. الأسرار تموت مع الأموات. أوكي ما نقدر نطلع من هنا. نرجع في دائرة احنا. دقيقة ما جينا من هنا صح؟ يبدو أن قتالا اندلع. نعم رجال تو ضد رجال إيفري كله عشان الكنز. لو كل واحد أخذ كان كلهم عايشين بس بهايم طماعين مرة. كل واحد يبغى الكنز لنفسه. رجعوا ماتوا. مرحبا. أو قاتلوا ماتوا. أوه مفتاح. لكل الكنز مستحيل. شو هالحظ اللي علينا. يقول لك لوتنت بارتون إيفري ناو. Even now, Avery is ready in his escape. If we allow him to leave the show, he will surely disappear. I look in Avery. جيد. خلاص. قرأت كامل. Flip. هناك رموز على الظهر. فلننظر على مكان المفتاح. Okay. مكان المفتاح. هل هو غرفة سرية أو مخرج سري؟ تبان تبان عندنا هنا فوق. إيش في فوق؟
هذا والله ده مكان يدوخ، خلنا متاهة مكان اللي جينا منه. او شت 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 خلصنا خلصنا ورجعنا احنا نفس المكان. هل ستنفجر الآن؟ لا؟ ماذا عن؟ هذا الرجل كان كثير الشك. ما شكله ما عنده حلفاء. يا إلهي. حسن. انتهيتم؟ حركات رائعة. شكرا. حركي بعدي حركات رائعة تمسخر علي. ايش هذا؟ ليس مخيفا مثل الاجساد المشنوقة، ولكنه مكان مخيف. 3 درجات من 10 اعطيه 4. 4؟ المكان يدوخ مرة. حتى انا حلق راح بدأ يبيح يباح. اوه وصلنا وصلنا، كنا مخرج. اوه حسنا، فخ مميت اخر. بلا اثار اقدام لترشدنا. دقيقه انسبكت. يس الرموز تطابق مثيلاتها اللي عليها تك. يعني هذا شو اسمه، دقيقه، السفينة فوق، الجمجمة تحت، والسيوف حرف حرف اللام، حرف اللام صح بالعربي؟ ايه اوكي خلينا نحفظ. ايه السيوف، اوكي السيوف ما تنفع. شوف مقلوبين الرموز. اكون دولة سيف، هذا سيف، هذا مو سيف. ايه سوي؟ انا مفروض يكون سيف. حسنا بداية جيدة، اتبع توجيهاتي. هذا السيوف ما تنفع صح؟ السيوف بس هذا. الرجل الذي اطلق كل قنابل المومياوات. ليست عندي خبرة كبيرة في المومياوات سيف. سيوف الان حتى الان ما ينفع، لازم نكمل منه. لا قد يكون مفخخ. سيوف الان ما ينفع هنا. صحيح. الجمجمة توقع تنفع الجمجمة. لحظة نقدر نعبر على السيوف صح؟ بوم. دقيقة دقيقة كيفة 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 منا ما نقدر نعبر او نقدر. دقيقة بوم اوكي وصلنا. نجحت. الانفجار خوفني من شوي. هذا هو طريق التعلم. اوكي خلصنا اتوقع. اخيرا نور الشمس. لابد وانها كذلك. ايفري يحب ان يجعل اعداءه عبره، وبالتاكيد يحب صناعه المومياوات المتفجره. نعم فلنتعامل بحرص. هل مفتاح لهذا الباب؟ مفتاح، جرب مفتاح يا نايت. ثقب مفتاح. مفتاح معنا قد يكون فخا. ليس أمامنا خيارات. هذا اللي قلت أنا، في حد ثاني نقدر نروح مكان. ممكن تتباعد شوية إلينا عشان لا صار شيء يصير لي، بس توقع حل أفضل. اسمع صوت. أرأيت؟ أوه.
على الأقل لم ننفجر لقطع صغيرة. ما شاء الله رومانسي. هل أحضرت معك سكينا؟ لا. لكن ذلك الرجل معه سيف. ترجع ساعدني في تحريك هذا. يعني يتفجروا. شت بسرعة. اهرب مكان انفجر نايت. اذهبي. ما شاء الله عليه. شهم شهم صح، كلمة صحيحة صح. شكرا كابتن إيفري. العفو والله كان الأيام الخوالي. إلينا. إلينا ولا تلعب عليك. فقرة الوعي. هيا إلينا. إلينا. يا بطلي. لم تفعل ذلك. لا هذا ليس مضحكا. فعلت بي أسوأ من ذلك بكثير. كنت تتسببين لي بأزمة قلبية. دعني أسمع. كي مو وقت الرومانسية حبايب، عندنا شي اسمه مهمة نسويها. مو وقتكم. أننا الآن تعادلنا على كل شيء فعلته. نو. في التاريخ. لا ماخذين راحتهم. حركوا قوموا. يا إلهي الطين يغطيك تماما. المؤلف قال لي وقت مو رومانسية شوي. أخبرك يا أحدهم أن فكرتك. أوب 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 أوب. بالتأكيد سام. هيا. صوت الرصاص يعني بوم. وصلنا الى شابتر جديد يعني خلصنا شابتر 18-19. هنا اتوقع وقت مناسب اني اوقف حلقة اليوم. ان شاء الله نكمل الحلقة الجاية باذن الله. ان شاء الله الحلقة الجاية تكون الحلقة الاخيرة. العب شو اسمه الباقي الشابترات الباقية كاملة. فاتمنى ان الفيديو عجبكم. لو عجبكم تنسوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم الفيديوهات اول ما تنزل. وان شاء الله بشوفكم بالحلقة الجاية اللي هي الأخيرة من تختيم أنشارتد الجزء الرابع. مع السلامة.